مرحبا بالجميع. الكل يبحث عن طرق لتسهيل الحياة اليومية، أليس كذلك؟ هيا بنا نستكشف معا أفشار حيل منزلية ستذهلكم. هل تواجهون صعوبة في فتح علبة مربى بسبب غطائها اللاصق؟ الحل بسيط، استخدموا شريطا مطاطيا للحصول على قبضة أفضل. هل تنفذ مساحة التخزين لديكم؟ اعتمدوا على التخزين العمودي لاستغلال المساحة بشكل مثالي. هل تخشين تلف الأعشاب الطازجة بسرعة؟ جمديها في زيت الزيتون لاستخدامها بسهولة لاحقا. هل تعانين من الملصقات العنيدة؟ القليل من الخل سيجعلها تنزع بسهولة تامة. هانس، هل تتسخين من تناثر الطعام داخل الميكروويف؟ غطي الطبق بورق مطبخ مبلل. فقدت برغيا صغيرا؟ استخدمي مغناطيسا لتحديد مكانه بسرعة. هل تعانين من رائحة الأحذية الكريهة؟ ضعي أوراقا معطرة خاصة بالمجفف داخلها واتركيها طوال الليل. هل تحتاجين إلى مساحة تخزين أكبر في خزانتك؟ استخدمي لسان علب الصودا لمضاعفة عدد الشماعات. هل لديك بقايا نبيذ؟ جمديه في صينية مكعبات الثلج لاستخدامه في الطهي. كيف تحافظين على رائحة الثلاجة منعشة؟ ضعي علبة مفتوحة من صودا الخبز داخلها. جربي هذه الحيلة البسيطة وشاهدي كيف تتحول أعمالك المنزلية اليومية إلى نسيم عليل.